بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، سنقوم هذا اليوم بحل عدد من التمارين الخاصة بموضوع الضغوط وموقع هذه الضغوط على السطوح المنحنية. المثال رقم 1، ناش قايل لك هذه عندي بوابة، هذه البوابة منحنية بشكل ربع دائرة مغطاة بالماء لحد هذا النقطة، لحد المفصل هذا اللي هو O، حد المفصل O، وعندي هذه الذراع وعندي قوة هنا. قال لك احسب مقدار القوة لفتح هذه البوابة، مقدار القوة المسلطة لكي نتمكن من فتح هذه البوابة اللي هي على شكل ربع دائرة. هذه ربع دائرة نصف القطر لها 2 متر. بعد شنو عندي؟ عندي عرض هذه البوابة مقدار 5 متر. طبعا هنا أنا ما أقدر أشوفه لأن هو العرض صاير باتجاه الورقة، باتجاه الورقة. فبالتالي لحل هذه النوعية من التمارين مثل ما تعودنا، أول شيء نحسب الهيدروستاتيك فورس باتجاه الأفق. إيش راح تكون؟ مثل ما تعلمنا هي حاصل ضرب الجاما في الـ HV اللي هي الارتفاع الشاقولي للمركز الهندسي في قيمة شنو؟ في قيمة الـ area، في قيمة الـ area. بس هنا هذه لأنه منحنية، أنا هسه من أخذ الفورس بهذا الاتجاه الهوريزنتال إيش راح أشوف؟ أنا ما راح أشوفها منحنية، أنا راح أشوف هاي البوابة هي عبارة عن شكل مستطيل. قلنا العرض مالته مقدار 5 وهذا الارتفاع مقدار 2. أنا دا أشوف المسقط مال هذه البوابة المنحنية. لذلك مهم إنه تتخيل شلون المسقط دا يكون مالتها. فبالتالي الأريا مال هذه إيش قد راح تكون؟ راح تكون 5 في 2. تطلع 10 متر سكوير. الارتفاع الشاقولي عن مستوى سطح الماء، المستوى الحر، هو عبارة عن مستطيل، فبالتالي كلها 2 متر، فبالتالي راح يكون على بعد الـ HV هي مقداره 1 متر. بالتركيبة الأفقية للقوة ايش راح تكون؟ عندي قيمة الجاما 9810 في الـ HV اللي هي 1 في الـ Area اللي هي قلنا 10 متر. وجدت انه قيمة هذه الفورس الهوريزنتال مقدارها 98 كيلو نيوتن. هسه أنا أريد أجي أعرف موقع هذه القوة وين راح تكون، واللي مثل ما تعلمنا قلنا هي دائما أسفل المركز الهندسي. إذن المومنت لحساب هذه موقع هذه القوة لازم عندي المومنت أوف إنيرشيا. المومنت أوف إنيرشيا قلنا هذا الشكل أول شيء أنا مستطيل، أنا دا أتعامل هسه بشكل مستطيل أنا على المسقط مال هذه البوابة. إذن المومنت أوف إنيرشيا لهذا الشكل راح يكون شنو؟ البي اللي هي العرض اللي هو 5 في الارتفاع اللي هو 2 كيوبيك، بي اتش كيوبيك اوفر 12. طلع عندي المومنت اوف انيرشيا مقدار 3.3. اذا موقع هذه الفورس الهوريزنتال ايش راح يكون؟ راح يكون الواي داش اللي هو نفسه 1 واللي هو نفسيته شنو؟ قيمه الاتش في، قيمته نفسه المركز الهندسي، بعد المركز الهندسي قلنا هو 1، زائد المومنت اوف انيرشيا، سكند مومنت اوف انيرشيا هنا اللي هو 3.33 على من الاريا اللي هي عفوا الاريا اللي مقدارها 10 في شنو؟ في الاتش في او الواي داش اللي هي نفسه قلنا هو مقداره 1، مقداره 1. بالتالي راح يكون موقع هذه القوه على بعد 1.33 متر، 1.33 متر، اي شنو؟ اي اسفل موقع المركز الهندسي. بالنسبة للقوة العمودية شلون أحسبها؟ القانون الخاص بهذه القوة العمودية إيش راح يكون؟ اللي هي هذه هي الجاما، جاما بالنسبة للووتر اللي عندي هنا في مقدار الحجم اللي داي شغله، اللي هذا الجزء اللي مقدار الحجم اللي داي شغله هذه ربع الدائرة. زين الحجم أنا هنا شلون أطلعه؟ هذه هي شنية؟ هي ربع دائرة. إذا 1/4 في شنو؟ 1/4 ربع المساحة هذه، ربع في نصف القطر تربيع اللي هي نصف القطر هو 2، نصف القطر تربيع في النسبة الثابتة باي على 4، طلعت لي مساحة هاي الربع دائرة في شنو؟ في الخمسة الودث مالتها. بالتالي أنا عرفت حجمها لهذا الشكل، الحجم مالتها لهذا الشكل. زين إذا هذه القوة إيش راح تكون؟ الجاما معلومة قيمتها 9810 في شنو؟
في الحجم. هاي طبعا 2 تربيع تروح ويا الأربعة تبقى اللي هي 5 في قيمة الباي، 5 في قيمة الباي. عوضناها هنا وجدت انه قيمة الـ F vertical مقدارها 154.09 كيلو نيوتن. زين، موقعها لهذه القوة وين؟ شلون اقدر استخرجه؟ لازم استخرج المركز الهندسي لهذا الشكل، يعني المركز الهندسي للربع دائرة. القانون مالته شنو؟ الموقع مال هذا المركز هو بدلالة X. الـ X هي إذن 4 على 3 في قيمة الـ R على باي. هذا القانون الخاص بربع الدائرة، شلون استخرج المركز الهندسي لربع الدائرة. بالتالي الـ R أنا عندي قيمته 2، أجي أعوضه هنا، إذن 4 على 3 في 2 على الباي. طلع لي موقع هذا الـ X المسافة منا إلى هنا قيمتها 0.8488 متر من هذا المكان، من هذا المكان، من هذا المكان. زين، أنا هسه عرفت القوة ومواقعهن، فبالتالي أنا رأسا فقط أسوي حساب للعزوم، حساب للعزوم، بالتالي summation of m o يساوي صفر على هذا المومنت. هنا أنا أحسب العزوم على هاي على الـ O، على الـ O، نقطة O هذه. فبالتالي القوة في ذراعها اللي هي الواحد متر ايش تساوي لك؟ تساوي لك الـ FV في ذراعها هذا، ذراعها طبعا قلنا عمودي دائما حسابات، بالحسابات مالتنا حساب قوة في ذراعها. زين، هو كله 2 متر، اذا هي 2 كلها ناقص قيمة الاكس، ناقص قيمة الاكس، هاي تمثل ذراع الافي، زائد اذا البي في الواحد يساوي لك الافي في 2 ناقص قيمة الاكس في شنو؟ في قيمة الاف هوريزونتال هذه اللي هي 98 في قيمة الـ YCP، الـ YCP اللي هي 1.33، 1.33 اللي هي جاي من 1 زائد 0.33. بالتالي وقت عندي مجهولة فقط قيمة الـ P، فقط قيمة الـ P، وطلعت لي قيمتها 3.08 كيلو نيوتن. إذن تعاملنا راح يكون في هذا الشكل بالنسبة للأجزاء المنحنية. هذا الجزء تتعامل وياه وكأنما البروجكت مالته هو راح يكون بروجكت، أو الشكل أو المنظور مال هذه البوابة هي عبارة عن شكل مستطيل، ونتعامل مع الجزء الثاني اللي هو بالبدالات vertical أيضا تعامل آخر وبحساب على الربع دائرة وبدلالة الحجم نستخرج قيمة أو مقدار القوة.